والآن إلى صفحة متفرقات سريعة. خلال المرحلة الأخيرة من زيارتهم الرسمية إلى نيو غينيا، اضطر أمير ويلز تشارلز وزوجته كاميلا أنهم يغيروا السيارة يلي كانوا راكبين فيها لأنها فجأة تعطلت، وبعد انتظارهم شوية وقت انتقل الزوجين هن وكافة أغراضهم إلى سيارة رباعية الدفع. وبعد هالزيارة وصلوا إلى أستراليا حيث استقبلوا بحرارة كبيرة بما أنه درجة الحرارة كانت تقريبا 40 درجة. من المتوقع أنه بعد شوية وقت يعني بسنة 2013 يقدر مثلي الجنس أنهم يتزوجوا رسمياً بفرنسا، وإذا قدرت حكومة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن تغير القانون بتصير فرنسا البلد رقم 12 بالعالم يلي بيشرع هيك نوع من الارتباط. هالموضوع رح ينطرح رسمياً بجلسة يوم الأربعاء، لكنه عم بيواجه انتقادات عديدة من القادة الدينيين يلي بأكدوا أنه هالأمر بيسبب بخلل بتركيبة المجتمع الفرنسي. 71 شخص من المخضرمين بمختلف الفنون الإيطالية آتين من اليابان قدموا عرض مميز بعاصمة الهند نيو دلهي. المبادرة هي للاحتفال باليوبيل الماسي للعلاقات الوثيقة بين الهند واليابان. عدد من الشخصيات الرسمية إلى جانب عدد كبير من الناس حضروا ليستمتعوا بهالعرض المميز يلي تخللوا حركات متعلقة بالجودو، كندو والأيكيدو وغيرهم. فيديو مميز أظهر محاولة أحد الصيادين بأستراليا لصيد سمكة ضخمة من نوع بلاك ميرلين وزنها 544 كيلوغرام. الكاميرا المثبتة على متن القارب قدرت أن تلتقط لحظات الصيد الحاسمة اللي كانت عم بتصير والمصارعة القوية بين الصياد وهالسمكة الضخمة، إشارة إلى أن هالسمكة تعد من أكبر الأسماك التجارية بالعالم وبتوصل سرعتها إلى 80 ميل بالساعة وبتنوجد بالمحيط الهندي والمحيط الهادي. نشرة بيروت اليوم انتهت. لمزيد من الأخبار تابعوا MTV Lebanon News على موقع تويتر، MTV Lebanon على موقع فيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb.